كيف كتشوف هذا الدوري ديال الدوسي بالنسبه للدوريات اللي كتجرى بالاقليم العرائش، يعني احسن مستوى التقني شرفتونا بحضوركم. لا صراحة الدوري توا عنده قيمته، من الدوريات اللي كتقام داخل الاقليم العرائش لا مختار ولا باي مدينة. صراحة كنشوف جوج فرق بعدا، انا شنو نقول لك صراحة، يعني الاخلاق والانضباط والروح الرياضية حاضرة 100% دابا، والجمهور صراحة محترم اللعبة، واللاعبين صراحة العقل ديالهم يعني منفتح وحاسين بالمسؤولية نجاح الدوري على المحيط الاطلسي أكيد عبر شبكة قدر متميز من لمسة كرة بالنسبة للمعلق بالنسبة للإعلام، يعني ما ناقصة حتى شي حاجة، كل شيء حاضر الحمد لله. شكرا يعني جميع عناصر اللعبة متكاملة متوفرة، يعني متكامل وكاين نوع من انسجام، واحد السيمفونية ديال الكروية في الإقليم العلاش. مكان آخر كتلقى مثلا الملعب هيئ في الرياضة، ما كتلقاش فيه أخلاق، ما كتلقاش فيه ديسيبلين. هنا إذا كان الملعب أرضية هو واقع اللي كنعيشوا به داخل الجماعات كاملة، لأن جماعة الإقليم العلاش ما كاينش شي جماليه قرويه عندها ملعب يرضي، ولكن باش تلقى هاد العناصر هاد النوع هذا راه صعيب بزاف. هذا كنحيي العناصر ديال الطوسي والناس اللي ساهمت في هاد الدوري والناس اللي كتشجع في هاد الدوريات هادو. كيبان لي انا يعني كل ما كما قال السيد رئيس الجامعه قبيله غادي نفتحوا في اطار شراكات وعمل كذا من اجل التنميه الرياضيه داخل الاقليم العريش والقرصنه، غادي تكون الكلمه. ولما لا هاد اللعابه هادو بقاو يطعموا لنا حنا فرق كبيره، ونشوفوهم في العصبه ونشوفوهم الجامعه ونشوفوهم لما لا الاحتراف ديال الرصانة الشمالية وشركة باسم جمعية الشعلة. ونهار اللي دخلت الميدان يعني بانت يعني كفريق رصانة فريق سهل متناول، ولكن المباراة الأولى كانت ضد أمال البركة 3-1 لعبت النهائي ولعبت الربع النهائي. لعبت النهائي وفرق لعبت ضد لاقب، لعبت أمال ضد لاقب، وخر اللي بقى كيلعب رصانة بقى كيحسب 100,000 حساب، وما بقاتش ديك اللغة ديال أنا لا أمال بادية. علاش الفرق اللي كتلعب في الهوات وديك الشيء ما قدرتش تستقطب هذا الممارسين ديال الفواني، خاصه هادو اللي متوفره لهم ارضيات كبيره وكيلعبوا كره، مازال عندهم يعني الا بغيتي تقول لياقه وعندهم حتى التقنيات ديالهم. هادشي هذا هو اللي باقي ناقص الاقليم العرائش على المستوى التسيير، اللي كنمشيو يعني البطولة ديال الهوات في جماعه وتخرين او في مدن اخرى على الصعيد الوطني، راه كنلقاو الكره بن طيب ولاد عبد الموس ولاد هذا هو تبع الاقاليم ديالها. حنا بالنسبه للعرائش بحد ذاتها الداخل باقي ما عندناش الناس اللي مثلا كنلقاو فريق الاول ديال المدينه هو شباب العرائش، باقي ما مهتمش بالفئات، باقي مهتمش بالمواهب، باقي حتى هو كيتسوق. علاش ما كاينش البوادي بحال هذا؟ يعني هاد الدوريات هما اللي غيبقاو يوصلوا واحد الصوره، غيبقاو يوصلوا واحد الصوره داخل مدينه العرائش بان كاين واحد اللاعب واحد الجماعه، ولكن يعني ملي كنقولوا دوريات ديال الجماعه بحال هذا كيبينوا المواهب.